هلو واضح نديم شرفان مصمم رأس لبناني والفاوندر تبع جروب مياس جروب مياس تأسس تقريبا صار له سنة حيصيره نحنا جمعنا بعضنا كرمال Arabs Got Talent معظم البنات اللي بالفريق هن تلميذ عندي يعني صاروا معي أكثر من 10 سنين فجمعتهم وقررنا نقدم على Arabs Got Talent وقدمنا ونجحنا بكل مرحلة بتفوق وأخذنا اللقب آخر شيء الاكسبيرينس كانت كتير حلوة بس كانت كتير متعبة أقل تابلوت ما قدمناه بـ Arabs Got Talent أخذ شهر تمرين مش كنا متوقعين نربح كنا عارفين أنه نحنا عنا قوة بهالبروغرام يعني بس اشتغلنا على هيدا الأساس أنه نقدر ناخد اللقب بس كمان اللقب هو منه غير اسم يعني تايتل حلو الواحد يحصل عليه بس نحنا كنا بالبروغرام أخذنا حقنا من أول لحظة فتنا على البروغرام لآخر لحظة so whether نأخذ التايتل أو لا نحنا ربحانين كنا